السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. البارح واحد الاخت سولتني قالت لي اشنو كتعطيو للدجاج باش ولا كيبيض. سليمان اللي غادي يجاوب حيت انا ما عارفاش الشيء اللي كتعطيه مسلي. ولكن داك النهار فاش كان عندنا المشكل ديال البيض اشنو كنتي درتي لهم؟ حبه رشاد ايه حبه رشاد والحلبه. كيفاش درتي لهم؟ كيديرهم في شي جميله ولا شي حاجه خليهم يطبخوا مزيان. يطيبوا مزيان الماء ديالهم يبردوه ويعطيوه لهم يشربوه في الصباح بالماء يعطيهم ياكلوا. هادشي اللي عطيتيهم داك النهار؟ هادشي اللي كنديروا في الحال البارد. ودابا غير الماكله مزيانه. هي نهار واحد الزرع فيها الشير زراكي اللي كزراكي ولي اول فيها. دابا الشعير كيقولوا له الزرع. زيد درهم دكدكه. هادشي كيسميوه التخليطه ديال الدجاج. وطبعا داك الشيء ديال الخضره وداك الشيء راه كيعطيه لهم الا كان عندهم شويه الربيع بحال داك الشيء. ها اللي كاين عندهم الربيع ما يدوا شي حاجه يخلوهم ياكلوه ويخضر. كيبغيو حتى هذاك تحيدو تعطيه لهم ولا تخليهم يرعوا. المهم حنايا راه كانوا كيعلفوا. المشكله هي كانت في كيجي واحد الفتره ما كيبيضوش وخطا عطيهم اللي بغي يشد. غير حنايا راه عقلتي كنا كنعانيو ما كانوش كيبيضوا كاع. الا بادو كيبيضوا غير شي شويه صافي وكيحبسوا. السلام خاوي ها غيشاء لا بغيتي تذبحو هذاك ديك ديك ماشي براهما. هذا براهما ماتو كلهم ماتو. الدجاج صح الدجاج. هاد المزوقه هادي براهما هادي وهاديك اللي فيها الريش في رجلين ياك جوجات صافي من جوج اللي عرفت. واحدة مسكينة راه محبوسة برا وهي تخرج كتقلب على رزقها كنعرف غير من كتخرج. ها جيش يا جري 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 كلاو خلوك تخافكم صوتي. المهم دابا كتاخذ الحلبة وحب رشاد هادشي فوقيت هاد البرد ماشي دابا فوقيت هاد البرد نخالة نخالة البلدية. ها نخالة البلدية نخالة البلدية شناهي نخالة الرجوج اللي كاينين دابا نخالة البلدية كيلو معاها مشوية الماء طيب خلطوا عليهم وعطوها لهم. نخالة البلدية دابا في هاد الوقيته زعما من غير الشتا. ها تاهي في الشتا هادشي اللي كتقول كله خصو يكون في الشتا. نخالة البلدية مع الماء واش كاين هاد النخالة البلدية شنو هي؟ انا ما فهمتهاش. عرفت نخالة؟ لا ما عرفتش بلدية. عرفت نخالة وما عرفتش بلدية اللي هي البلدية هي اللي كتكون داك الزرع اللي كامحوا على الفارينة اللي كيديو يغسلو وكيديو يطحنو كيغربلوه. ماشي بحال ديال الفورس. المهم كلشي في الشتا واش في الشتاء. عندنا دابا عطاهم غير الاغذيه الغنيه بالكالسيوم. شفت واحد الاخ اش كيدير تيهرس شويه ديال البيض ياك. انا كان ياكلوا ليهم يلم شي وحده باش الكالسيوم. هذا الكالسيوم هي داكشي قلت لك زعما كيبدا كيهرسوا مع كيخلطوا لهم مع الماكله. حنا كنعطيهم حتى دابا الخضره بزاف ولينا كنطيبوا الخضره داكشي اللي كي يعني القشور ديالها هذا راه كيبغيوها تياكلوه.
الثاني كاين الدجاج البياض بزاف بحال داك في يوم كيبيض بزاف. ايه هو الدجاج البياض راه بيان سور الا بقى الواحد اللي بغى يديرو دابا اللي عنده ديجا هو اللي خصو الحل. الدجاج البلدي راه ما كيبيض نورمالمون ما كيبيضش بزاف. ايه صافي الواحد راه كيبدا يتعلم 15 بيضة ولا 20 بيضة يطرقوا صافي. والاخرين شحال كيبيضوا هما اصلا تيبيضوا بزاف. ما كيبيضش بزاف مرات في العام. جوج مرات في العام؟ مزيان. يعني واحد هو البيض. كما كتشوفوا معايا هنايا واحد القطيطة، فاش كنا رجعنا من السفر دزنا للمارشي باش نجيبو التقضية ديال الدار، ولقات ريم، وفاش لقاتها لصقات فيها لصقة ديال بصح، قالت لك والو ماما ما نخليوهاش راه صغيرة وهذا، صافي اضطرينا نجيبوها. كما كتشوفوا انا صراحه جبتها على اساس نعرضوها للتبني، ربما الا كاين شي واحد زعما اللي بغى يتهلا فيها وداك الشيء تواصل معايا، لان صراحه فاش جات هنايا كدبز مع لوني بزاف بزاف بزاف. انا كما كتشوفوا راه كتبغي تلعب، ولكن كما قلت لكم دائما اللي كيكونوا عندهم مشكل ديال القطط كيعضوا بزاف خصكم تبقاو تضربوهم للنيف، لان فاش يلاه جات دابا تقريبا دوزات معانا ما عرفتش شي 6 ايام ولا تقريبا بحال هكاك، كانت كتعض بزاف، ولكن فاش كان غير كنجي نقيس لها يديها كتبدا تعض وكنبدا نقيس لها نيفها، يعني بحال كنضربها وخا ماشي شي ضرب، يعني ماشي كنقصحهم غير باش يعرفوا انه خطا ما يديروش، يعني كتبداو تضربوها النيف وتهضروا معاها وتقولوا لها لا، يعني ما خصهاش. هما راه كيفهموا راه تبارك الله عليهم راه تيفهموا. دابا كما كتشوفوا راه كنحاول نقيس ليها يديها وما بقاش كتعض، اما في الاول كانت كتعض بزاف 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 وماشي كتلعب كتعض عضان ديال بصح، انا حيدته منها نقص من بعض المرات كتبغي تعض، ولكن نفس العاده يعني نفس الحاجه ديروها لها في البلاصه باش كتعرف انها ما خصهاش تعض. المهم صراحه انا ما بغيتش نخليها لان لوني اش غنقول لكم تيتعدى عليها بزاف واخا هي باقا صغيره، ما مولفش ما عرفتش علاش هو ما مولفش القطط الاخرين معاه، هذاك الشيء علاش قلت من الاحسن الا لقينا شي حد اللي غادي يتبناها ويتهلا فيها فمن الاحسن، ما لقيناش غادي نضطروا نخليوها. المهم هنا كما كتشوفوا لقيتها مسكينه عامره عامره بالعضان ديال الكراد، وحيدنا لها الكراد بزاف ونقيت لها ودينتها كانوا عامرين بالوسخ، درت واحد يعني داك الشامبوان ديالهم اللي كيكون يعني بالناشف تيتغسل كيغسلوا به القطوط بالناشف، درتو في هاد الطريف ديال المشوار وبديت كنمسح لها، راه عجبها الحال مسكينه لان كانت موسخه، ودرنا لها الدواء ديال البرغوت والكراد باش ما يبقاش فيها. بالنسبه للي تيغراها صافي يعني بدات كتولفها، يعني كنظن نعطي راه زوينه زعما صراحه زوينه، غير كيما قلت لكم تيتعدى عليها لوني بزاف وما يمكنش دابا هو راه هو سابق لهنا ما يمكنش، غادي نشوفوا الا لقينا اللي تهلا فيها فتبارك الله ما كانش غادي نخليها ونبقى نحاول نفصلهم على بعضياتهم وصافي. صراحه انا ما بغيتش تدست علينا تجربه خايبه من القطط الاولانيين اللي مشاو، ضروني في خاطري بزاف بزاف بزاف، داكشي علاش ما بغيتش نرتبط بهم بعدد كبير منهم، ولكن المهم راه ريم ما كنقدرش نخسر لها خاطرها خصوصا كتحمق على القطط بزاف، ما عليناش. المهم الا كاين شي واحد باغا يتواصل معايا يتواصل معايا في انستغرام، انا غادي نحاول نشوف يعني الميساجات، واخا راه كيما قلت لكم ما كنساليش بزاف، ولكن غادي نحاول بحدنا ما بديناش الخدمه الكثير، غادي نحاول نشوف يعني الميساجات ديالكم، وشكرا بزاف بزاف راكم تصيفطوا لي بزاف الميساجات بزاف الافكار كنشكركم عليها، كنحاول الا لقيت شي وقيت راه كنطل. حاليا دابا راه كنت كنخيط، عندي شي حويجات خاصني نخيطهم باش ان شاء الله كما قلت لكم حيت نبداو الخدمه نكملوا زعما نستأنفوا الخدمه نكون مرتاحه. وهنا كما كتشوفوا بما ان سليمان موجود هذا النهار قال غادي نحاولوا نكملوا بعدا شي شويه هاد الخدمه ديال الدخل، لان كما قلت لكم راه مازال ما كملناش، كاينين اسباب اللي خلاونا نتوقفوا يعني ما غاديش نكملوا، المهم بغيت نقولهم لكم. المهم بالنسبه لهاد العتبه هذه غادي نديروا لها نفس الشكل اللي درنا العتبه ديال الباب ديال الحمام، وهنايا كما كتشوفوا لان بدينا كنحاولوا نصغروا الباب لان الباب الاولاني كان بلاصتو كبيره بزاف،
كان عاطي منظر خايب، وكيما قلت لكم كان يعني كوليس كيمشي مع الجنب. صراحه هذيك القضيه كانت عجباني، ولكن الفورمه ديال الباب ما كانتش عجباني بزاف، خصوصا ان البيبان كيما كتشوفوا ما عندناش عاليين بزاف، تقريبا فيهم شي متر و ما كملش متر و90، يعني يمكن متر و90. اللي مشكله فيهم هو فاش كنديروا الكوليس كيجي كيزيد يبان الباب صغير كما شفتوه من قبل، ما كانش عاجبني بزاف. يعني دوك البيبان اللي كيكونوا بالكوليس كي من الاحسن الا كانوا كبار كيعطيو منظر زوين. كما كتشوفوا هنايا هاد البليصه هادي استعملوا واحد الخشبه كانت موجوده عندنا ديجا من قبل، كنحاولوا نديروا ريسيكلاج الخشب، وصراحه هذا هو اللي خلانا نوقفوا على الخدمه. غرقناها بزاف بزاف ديال الناس كيسالوا لنا، يعني الدروغري كيسال بزاف، السيد اللي كيعطينا الخشب يعني اللي كيصبر علينا حتى هو كيسالنا بزاف. داكشي علاش كتشوفونا كنحاولوا ما امكن نستخدموا غير الخشب اللي موجود عندنا، وغادي نحبسوا لان باقي بزاف ديال الحويجات خاصنا نفينيهم بالخشب، ومع الاسف راه كما قلت لكم خصنا حتى نخلصوا داكشي اللي هزينا عاد نقدروا نهزو. وبالنسبه حتى للصباغه وهذا راه مازال حيره، كنتمنى تعطوني اقتراحاتكم. صراحه الفكره اللي عندي انا ما بغيتش ندير بيبان بويض، بغيت ندير بحال اللون تقريبا اللي درت في الكوزينه، البويبات ديال الكوزينه، اولا ندير اللون كراج. المهم مازال حيره، ما بغيتش ندير اللون الابيض نهائيا. بالنسبه من الداخل هنا كما كتشوف فيه الخدمه كثيره كثيره، لان خاصنا نرقعوا ونصغروا الباب ما يبقاش كبير. داكشي علاش كتشوفوا سليمان راه دار واحد الخشبات، كما قلت لكم دائما راه غير الروسيكلاج داكشي اللي موجود عندنا، الحمد لله اللي كان عندنا شايط. اما لو كان ما كانش عندنا راه طبعا ما نقدروش نزيدوا نهزوا، غادي يبقى هادشي مخرب، ولكن الحمد لله حاول ما امكن يستعمل كاع داكشي اللي موجود. صراحه انا ما خدمتش مع هذا الباب هذا، لان هو كيقول لي شوفي واش هكا جا مزيان وصافي، انا هذا هو اللي درت، ما خدمتش معاه لان هو كيقدر يخرج يخدم في الشمس. انا مشكلتي الصيف ما كنخدمش بزاف لان الشمس كتضرني في الراس. الحمد لله راه القطر يفات كما قلت لكم باش سد داكشي كامل، وبقات غير ديك الفينيسيون الاخرانيه بحال كي دايرين في الشراج من الاخرين باش يوليو بحال بحال، وان شاء الله باش نبدا عاود انا خدمتي. راكم عارفين انا اللي كنعمر دوك الحفاري ودوك الحواف وداكشي، وكنصبغ من بعد. وهنا كما كتشوفوا معايا راه كملهم الحمد لله. كما قلت لكم بقى لي غير نجيب العجين ديك الستوب اولا ديك المهم اللي كيعمروا بها الحفاري وهذا ديال الخشب. بالنسبه لهذيك الخشبه اللي كتبان لكم لونها مغلوق، فهذيك الكماله ديال اللي غادي للسقف طبعا هذيك اللقيه ديالهم يعني ديك البلاصه اللي ملاقين فيها غادي نعمرها باش غادي تولي تبان خشبه غاده من الفوق حتى لتحت، وطبعا غادي تصبغ هي بالبيض. وعاد غادي نشوفوا كما قلت لكم هذاك الكادراج ديال الباب كيفاش غنديلو، صراحه مازال حيره. واحد الراس كيقول لي نديرهم بالبيض والبيبان يكونوا في لون اخر، اولا نقدر نديرهم كلهم يعني بنفس اللون، مازال ما عرفتش. المهم انا خليت لكم التصاور باش تشوفوا. وهذا الشيء اللي كاين، ان شاء الله تشوفوا كيفاش غادي تجي النتيجه في الاخير. تهلاو لي فراسكم، شكرا على المتابعه.